اهلا وسهلا اعزائي المتابعين، هنعرف النهارده اسعار الفوانيس بتاعه رمضان وافرع الزينه الموجوده في محافظه المنوفيه. قول لي الاسعار عامله ايه؟ الاسعار في تناول الجميع طبعا. اولا بس ازيك استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الفوانيس بتبدا من كام؟ الفوانيس بتبدا من اول 20 جنيه. على صوتك شويه. الفوانيس بتبدا من اول 20 جنيه تمام. دي الخشب فيها بلية بتنور تمام. بعد كده بقى في بلية زيه في مكنة ب 35، بعد كده 45، بعد كده 55، وبعد كده ب 60 وب 70، كله متناول للجميع. طب وافرع الزينة؟ وافرع الزينة في فرع زينة ده فرع ستان ده ب 20 جنيه تمام. في فرع زي ده 10 متر ب 15 جنيه في منه الوان اصفر والبرتقاني والاورنج. وعندنا برضه طبلة زي كده، طبله زي كده للاطفال وفي عصايه. عامله كام الطبله دي؟ طبله ب 15 جنيه تبدا من اول 15 ب 20 وب 25 وب 35. وموجود برضو حاجات واشكال بنوت زي كده بيغنوا ينور للاطفال جميع الوانه متاحه. ده عامل 55 تمام. وفي عندنا طقم مصليه ومصحف، في عندنا طقم مصليه ومصحف قطيفة. ده بوكس على بعض، بوكس على بعض تهاد وتحد. شنطة الهدايا بتاعته تمام. ده عامل كام؟ ده عامل 150 جنيه تمام. في تمام. مفيش سبحة؟ لا السبحة ده في عرض تاني. ده مصحف ورق ابيض تمام، حاجة نضيفة بسم الله ما شاء الله عليها يعني. ودي المصلية بتاعته. دي مصلية نفس لون المصحف تمام. دي بقى حاجه كده اعلى شويه. الماتيريال بتاعتها نضيفه، سبحه كريستال، مصليه قطيفه ثقيله 75 نضيفه من بطانه من الناحيتين. فيها سبحه؟ موجوده سبحه كريستال. تمام. والمصحف نفس اللون، والمصحف نفس اللون المصليه بالظبط، قطيفه كله برضه ما شاء الله عليها، طباعه بيضاء. طيب قول الاقبال اكتر على ايه؟ الاقبال على الفوانيس، فوانيس كلها فوانيس. فوانيس زي كده، بص حضرتك هنا فوانيس خشب زي كده، في حاجه زي كده ده فانوس 35 سم بيغني وينور الاطفال. في منه 25 سم وفي منه الصغير خالص اللي هو البليه اللي هو ب 20 جنيه. قول الاسعار السنه دي اختلفت عن السنه اللي فاتت؟ ايوه كتير، اسعار كويسه متناول للجميع. يعني افضل من السنه اللي فاتت؟ افضل من السنه اللي فاتت. طب الاقبال السنه دي برضو نفس السنه اللي فاتت ولا اكتر؟ لا اكتر شويه، لا الاقبال السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت. الناس حاسه فرحه رمضان والناس ما شاء الله كلها مبسوطه، وربنا يفرحنا دايما كده ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا استاذ محمد. في